زعما في جميل زعما جميل جميل المحافل ديال التكريم كيف قلت لك احنا بالنسبه للتكريم ماشي هي محطه نهائيه، ان شاء الله تكون هي محطه ديال الاعتراف ديال ان شاء الله ديال التجديد ديال التعاقد، زعما باش ان شاء الله كيأسس لها مرحله جديده ان شاء الله تكون تهي مبنيه على مزيد من النجاح والتوفيق. انا الاعتراف ديالي بالنسبه للسي سي حرفي فعلا فعلا الحق هو السي العربي من الجامعه عبر احنا كنا بدينا في واحد الوقيته نجح يعني ربما بدينا مجموعين في السياسه يعني في انتخاب بطبيعه الحال كتكون انتخابات كتكون محطه ديال مرحله ديال التدافع وديال وبالتالي زعما كتكون ما لها وما عليها. انا كنت رئيس في المرحله السابقه في ديك الوقيته كانت الحمد لله وزان عرفات جوج زيارات ملكيه كانت عرفت الاستقاء مدينه وزان في المستوى ديال العماله مباشره ورا ديك الانتخابات يعني كان في انتخابات واخا كنت في المرتبه الاولى في وزان ولكن شاءت الاقدار باش الرئاسه كان الهيئات السياسيه خداو ملي ارتقت مدينه وزان مدينه عمل عرفات ذاك الوقيته ذاك الحراك الجديد اللي كان وفيه كان واحد الوقيته في زياره ملكيه كان واحد المشروع ديال التاهيل الحضري مدينه وزان اللي كان فيه 19 مليار اللي كان فيه الفرقاء كلهم كان قيمة ديال 19 مليار وديك الوقيته ملي ما طلعت رئيس كلشي كيقول له دير الهلاوس راه 19 مليار 19 مليار يعني جاب سيدنا زعما الفلوس وزان وبالتالي واحد الوقيته وصلت الكلام على اساس خصو يتحاكم خصو يمشي للحبس خصو يدير خصو يدير خصو يدير وواحد النهار في حق الكلام ديال واحد المحطه كان الساعة ما كان واحد اللقاء ديك الساعة كان العصر والمعصر احنا في وزان كان ربما كان في الملعب في قاع المغطات وكان زعما استدعاني للحضور واحد الشهادة قال ودي فعلا حنا كنا كنسمعوا بان راه 19 مليار وكنسمعوا هادشي ولكن بالحقيقة طلعنا على الحقيقة جبرنا السيد راه غير مظلوم والسيد غير يعني الحسابات السياسوية ولا السياسية الضيقة هو الضحية ديالها وبالتالي زعما كانت محطة اللي بحقها حتى هي كنعترف بها وما تنساليش داز مور داكشي يعني دازو محطات اخرى انتخابيه ترشحت انت للرئاسه البرلمانيه الاولى الثانيه جوج مرات ما يسرش الله جميع الاحوال كان يعني الظروف خاصه واليوم كنقول زعما بالحقيقه يعني جات هاد الانتخابات الاخرى اللي من طبيعه الحال خدينا فيها المعركه والحمد لله دازت الانتخابات ورا داكشي تلقينا يعني تلقينا واحد الوقيته جابت واحد الجبانه والسي عربي والاخوان وفي النقاش قال لك ودي دابا حنا انتخابات سالات وبالتالي دابا راه بقى وقت العمل وبالتالي الاقليم ديالنا والمدينه ديالنا بشكل خاص خاصه وبالتالي الحسابات السياسيه خاصنا نحطوها جانب ونوضوا نشتغلوا. زعما مشكور السي العربي في هذه المبادره ومؤخرا كنت مشيت معاهم كانوا عيطوا لي مشينا عند السيد الوزير سيني زابر هكا وزير ديال الجيز على الطريق ديال وزان والحمد لله زعما كان اللقاء اللي هو مزيان ومن خلاله كان الكريم حقا المقترح ديال السي عزيز الشهاب قال له زعما خاص اما كانوا الاخوات والاخوه كلشي الحقيقه حاضرين كيقول لك ودي خاص زعما مدينتنا بالحقيقه هو الزر العاصمه ديال الاقليم وخصنا زعما نديروا فيها شويه ديمقراطيه ونخدموا مدينتنا ونخدموا الاقليم ديالنا وزعما الارتقاء زعما الصوره ديال الاقليم هي اللي توزن وبالتالي زعما كان زعما داك الشيء كيحسب لهم بالحقيقه في العمليه صعب ديك الساعه كان باقي كنعقل غادي انا وياه كيقول لي شوف انا ما كنتش محتاج باي حاجه حتى واحد لقيتها بقيت غير هكا في الكلام قال لي شوف انا ما كنتش محتاج ليه وجبت معاه الكلام على السيده الوزيره ديال السكنه وهادشي ديال المدينه العتيقه واللي حنا دابا فيها واللي بغينا قال لك ودي انا ما كنتش محتاج ليه نمشيو حنا نمشيو وراه يتعاونوا ونخدموا ونديروا كل شيء اليوم ان شاء الله زعما هذه المحطه اللي كنشكر فيها الاخوه اللي داروا هذه المبادره كنشكر الجميع وكنشكر السي العربي بطبيعه الحال كما كان الحال زعما راه كل شيء كيدير البصمه ديالو لا زعما ما يمكنش الانسان ينكر زعما كذاب كاين شي حويجات زعما كنتلاقاو فيها كاين شي حويجات كنختلفوا فيها ولكن بجميع الاحوال كتبقى النية الصادقة وديال العمل راه كاينة السياسة راه هي السياسة راه ما عندنا ما نديرو بعض المرات كتلقى راسك السياسة انتخابات راسك لا ماشي كل أبدا ما كاينش كذا كاين غا الصيف وكاين غا المعقول غير هو كاين زعما غير كاين لا ما كاينش لا لا وانت راه عارف السينما زعما ما مرة كذبنا عليك ولا كذبنا على شي واحد اللي هو اللي كاين كاين في السياسه ماشي الكذوب في السياسه كاين برامج كاين توجهات كاين ظروف كيكون الجو العام عاطي واحد التالي
اللي زعما السياسي اللي ناضج كيكون كيحس حضر داك الرؤيه داك 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 المصلحه العليا ديال البلاد. وبالتالي كتلقى واحد الوقيته راه خاصك تنخرط وخاصك بعض الوقت تجي فيك العصا خاصك تصبر خاصك تصبر. وبالتالي زعما راه هذه راه هي السياسه ماشي هذه. وزعما ما اليوم زعما اليوم راه ان شاء الله بهذه المناسبه غير مع الاخوان راح ندير ان شاء الله مع الاخوان البرلمانيين الجماعه كدير واحد البرنامج عامل ديالي ان شاء الله بغينا ان شاء الله مع واحد مكتب الدراسات. وراه اليوم مع الاخوان مع السيد العربي ولا السيد الاخوان اما الساده النواب والساده اعضاء الجهه والساده يعني كاين واحد اللقاء عمل باش نوحدوا الرؤيه ان شاء الله لمدينه وزان اللي غنهضوا بها ان شاء الله ما نحاولوا نحلوا شويه المشاكل ديال المدينه ونزيدوا بها القدام. وبالمناسبه كنشكر السيد العربي ونشكر الحضور الكريم.